منذ 7 أكتوبر وسط فوضى من المعلومات المغلوطة، سعينا في Human Rights Watch إلى توثيق انتهاكات قوانين الحرب والكشف عنها فور حدوثها. لقد استنكرنا الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة والعشوائية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 مدني، مئات منهم أطفال. لقد تأكدنا من استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في كل من غزة ولبنان، والأمر الذي يعرض المدنيين لخطر الإصابة بجروح خطيرة وطويلة الأمد. لقد تحدثنا عن القرار الكارثي الذي اتخذته إسرائيل بقطع الكهرباء والغذاء والوقود والمياه عن غزة، فيما لا يمكن وصفه إلا بالعقاب الجماعي على أهالي غزة، وهذه جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب. لقد قمنا بإدانة أمر الإخلاء الإسرائيلي الذي طالب بإخلاء 1,000,000 شخص من شمال غزة عندما لا يكون هناك مكان آمن يذهبون له، وحيث الطرق مدمرة والوقود شحيح والمستشفى الرئيسي يقع في منطقة الإخلاء. قمنا بإدانة هذا الأمر ليس فقط لأنه لا يمكن أن يكون تحذيراً فعالاً في مكان مثل غزة، ولكن أيضاً لأنه يهدد بالنزوح القسري الجماعي. لقد حرصنا على الإشارة إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي الالتزام بحماية أرواح المدنيين هو واضح، وبينما نواصل توثيق الجرائم حرصنا أيضاً على وضع أحداث الأسبوع الماضي في سياقها. فرضت إسرائيل منذ 16 عاماً حصاراً ساحقاً وغير قانوني على غزة، بما في ذلك حظر سفر عام على جميع سكان غزة مع استثناءات قليلة وقيود شاملة على حركتهم. معظم الشباب لم يغادروا غزة أبداً، ونصف سكان غزة هم من الأطفال، ويعتمد 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، وهذا قبل أحداث الأسبوع الماضي. علاوة على ذلك، واصلت السلطات الإسرائيلية لأكثر من نصف قرن احتلالها المسيء للفلسطينيين، وعلى مدى أكثر من 75 عاماً حرموا اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك أغلبية سكان غزة من حقهم في العودة إلى المناطق التي ينتمون إليها. إن القمع الإسرائيلي منهجي للفلسطينيين إلى جانب الأعمال اللا إنسانية التي يتم تنفيذها كجزء من سياسة الحكومة للحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على فلسطين أو على الفلسطينيين يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التمييز العنصري، الأبارتايد والاضطهاد. هذا القمع الهيكلي أساسي لفهم الأسباب الجذرية لدوامات العنف المتكررة في إسرائيل وفلسطين، ويجب عدم تجاهله. وقد شهد العام الماضي وحده قمعاً ربما غير مسبوق للفلسطينيين على يد السلطات الإسرائيلية. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 قتلت السلطات الإسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية أكبر من أي عام منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل الوفيات بشكل منهجي في عام 2005. وحتى أكتوبر كان عدد الفلسطينيين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً. ونحن نوجه عدداً من النداءات إلى المجتمع الدولي. أولاً وقبل كل شيء نحث الدول على مطالبة إسرائيل بإنهاء حصارها غير القانوني المستمر منذ 16 عاماً على غزة، وإنهاء جميع الجوانب الأخرى لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الفلسطينيين. لا بد من معالجة الأسباب الجذرية لدوامات العنف المتكررة هذه وعلى وجه السرعة.